اهلا وسهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل، الحوار المرتقب زي ما نوهت لحضراتكم في المقدمه مع استاذنا ومفكرنا الاستراتيجي والعسكري الكبير اللواء دكتور سمير فرج اللي شرف ونور. اهلا وسهلا. اهلا بك. ازاي ما عليك، ان شاء الله تكون بخير. طبعا الاحداث نحن في غنى عن وصفها، يعني الاحداث تواترت وتطورت بشكل كبير جدا خصوصا في سوريا الشقيقه، وحضرتك تشرحها لنا بالتفصيل. لكن خليني الاول كلفته كده، لان انا عارف مدى تعلق حضرتك لحد النهارده بالاقصر. امبارح 9 ديسمبر كان العيد القومي لمحافظه الاقصر، فبالفرصه والمناسبه دي بهني اللواء دكتور سمير فرج وكل حبايبنا واهلينا في الاقصر، الناس اللي يعني دايما انا بقول كده ثمار الوشوش وبيض القلوب. كل سنه ومعاليك وكل اهالي الاقصر بخير يا فندم. شكرا يا فندم. سيادتك اول محافظ الاقصر صح؟ اول محافظ الاقصر، وعشان كده وقعد 7 سنين. صحيح. والحمد لله، يعني خدنا 4 جوائز عالميه لم تحدث في تاريخ مصر ان محافظه تاخد هذه الجوائز. عملنا طريق كبير، عملنا شغل كويس الحمد لله. الحقيقه. وحولنا الاقصر الى اكبر متحف مفتوح في العالم. بسم الله ما شاء الله. الحقيقه انا كان ليا زياره الشتاء اللي فات للاقصر، والله يا دكتور سمير مش مجامله ومش عشان حضرتك موجود، بس الناس كلها هناك ما زالوا يتغنون بسمير فرج وبيذكروك بكل الخير. بس خد بالك. انا 7 سنين، اول 3 سنين كانوا بيكتبوا لي على الحيطه كل يوم ارحل يا سمير فرج. فين بقى لما الناس فاقت؟ ما انا هديت الاقصر كلها، انا هديتها. لكن لما عرفت بعد كده ان الشغل ده كان لهم وما فيش حد انضر وكل واحد خد حقه، النهارده بقت ورده جميله الاقصر زي ما شفتها. صحيح صحيح صحيح. طيب تعال نروح اللي كانت ورده، سوريا اللي كانت ورده، ويا رب ان شاء الله يا رب يعني تفضل ورده باذن الله، تفضل ورده وباذن الله ربنا يكون معاها ومع الشعب السوري. الحقيقه الاحداث حصلت بسرعه رهيبه لم نكن نتخيلها يا دكتور سمير. الحلقه بتاعت النهارده وانا بقول لك لسه اول ما قعدنا مع بعض حلقه هتبقى للتاريخ. لان الناس تعرف ايه اللي حصل. ايوه. تمام. نبص على اول على اول صوره واول خريطه. اتفضل. اول خريطه بتقول لنا ادي سوريا. البلد الوحيدة اللي في العالم اللي فيها 6 قوات أجنبية محتلها. ستة. بص هيك من فوق القوات التركية واخدة اللي باللون الأخضر، واخدة كل الحدود اللي بين سوريا وبين تركيا. صح. خلاص. نخش على اليمين القوات الكردية. خلاص. ودي قوات قسد، ودي اللي بتدعمها أمريكا. لا. تسليح وكله. نخش تحت على الاخضر اللي تحت قوات امريكيه، وهنشوفها بالتفصيل بعد كده، ولها قاعده موجوده، قاعده امريكيه على البي دي مع الحدود مع لبنان. طبعا. مع الاردن. نخش في الشمال الازرق ده، دي القوات الاسرائيليه محتله الجولان. تمام. زائد فوق عند ادلب او عند اللاذقيه روسيا لها 2 قاعده، واحده بحريه وواحده جويه. 6 عناصر موجود، وحزب الله. الخريطه الثانيه بقى تقول لنا ايه؟ هو صحيح النهارده في 5 بس السادسه على اساس بص ادي روسيا في اليمين. ايوه. بالعالم تركيا، ايران، حزب الله، امريكا. 477 نقطه اجنبيه جوه سوريا. يا خبر ابيض. تقول لي ايه؟ يعني البلد دي يعني حقيقي اتبهدلت. خش بقى بالتفصيل شويه. تركيا اللوحه الثانيه اللي بعديها اهي، اللون الاخضر اللي فوق، وادي العلم التركي واخده كل الحدود بعمق 20 كيلو جوه الارض السوريه. محتليه التركيه. تركيا محتليه 20 كيلو جوه سوريا. تمام. خش على اللوحه الثانيه، روسيا 83 نقطه. كلهم النقطة 10 و5 لحد تحت دولت، علاوة على دول 83 نقطة. اللوحة اللي بعدنا بقى تقول لنا ايه؟ واخدين قاعدتين جوه سوريا. قاعدة جوية حميم وطرطوس البحرية. ودول خدوها امتى برضو يا تامر؟ الفترة اللي فاتت كانت داعش تقريبا استولت على 80% من الارض السورية. تمام. جت روسيا ساعدت بشار الاسد وطردوا داعش، فكانت المكافاه خدوا القاعدتين دول. القاعدتين دول مهمين ليه؟ لان روسيا من المياه المتجمده في الشمال جت المياه الدافئه
في البحر المتوسط. مفهوم. فالنهارده روسيا ملهاش غير في البحر المتوسط غير دول، ودول مهمين طبعا، ودول مكافئه سنين ساعدت فيها مين، واكيد هتستقتل عليهم ده 100% طبعا. خلاص. امريكا اللوحه اللي بعد كده قاعده التنف، قاعده جويه واتنين حقلين مسيطرين عليهم بياخدوهم ويصرفوا بهم على الاكراد. حقلين في سوريا، حقل غاز في سوريا، يا نهار ابيض، بيستغل ويصرف. انا بس عشان المشاهد يبقى عارف البلد دي كان معمول فيها ايه، حقلين غاز، غاز بياخدوا نتاجهم ويديهم للاكراد ويصرفوا بهم على الاكراد اللي هم السوريين طبعا. اللي جوه. طيب عايزين نقول بقى ايه، حزب الله اللوحه اللي جايه، ودي مهمه ليه؟ لان دي بدايه الحرب اللي تمت. ايوه. حزب الله كان له قوات فوق عند حلب وقوات تحت في حته حمراء كده في الجنب دي اللي هي جنوب لبنان. فاكر لما عملنا حلقه عندك هنا وقلنا دي جنوب لبنان؟ مظبوط. فحزب الله بيقاتل في جنوب لبنان وفي قوات له في سوريا، اتزنق فسحب القوات بتاعته اللي في سوريا جزء منها وساب التاني. يسحب اللي فوق ولا اللي تحت؟ سحب اللي فوق، اللي تحت هنا يا تامر بيأمن جنبه، فاهمني؟ يعني صح. الحته الحمراء دي الجنب بتاع حزب الله، ما يقدرش يسحب منها، يسحب من والا اسرائيل هتطوقه. صح، واضح. صح. فسحب الجزء اللي فين؟ اللي عند حلب. وهنا كانت المشكله، المشكله ان القوات اللي عند حلب دي لما اتسحبت سابت فراغ في الدفاعات. خلاص. عشان كده بدايه السقوط وهو حلب اللي هي يوم 27، يوم 27 27 نوفمبر اللي فات، نوفمبر اللي فات. بدات القوات اللي هي جماعات المسلحه، جماعات المسلحه. نشوف ايه هي الجماعات المسلحه، مين كل طرف. هيئه تحرير الشام اللي هي اصلا النصره، تمام، والنيولوك بتاعتها الجديده اللي هنتكلم عليها بقت اسمها تحرير الشام، ومعها حركه احرار الشام، ست جماعات. أي. كل دول موجودين في ادلب. في الناحيه الثانيه مين؟ الجيش السوري ومعاه روسيا ومعاه الميليشيات الايرانيه، دول طرف ودول طرف. دول اللي كانوا مع بشار. مع بشار. بشار معاه مين؟ ايران ومعاه روسيا. مظبوط. دي مهمه قوي عشان هنعرف ايه اللي حصل فجاه. صح. تمام؟ طيب نشوف على اللوحه الثانيه. اللوحه الثانيه حلب اهي، دي كانت بدايه القصه. الصفر دولت حزب الله. اللي احنا قلنا سحبهم عشان يروحوا جنوب لبنان. صحيح. الحته دي في الدفاعات فضيت. كان المفروض القائد السوري هنا قائد فرق يوزع قواته ويغطي الحته اللي اتفتحت دي. طبيعي. سابها. على اساس بقالهم سنه ونص الدنيا هاديه، فدي غلطه منه من رئاسه الاركان السوريه. الحته اللي اتسابت دي راحت القوات بتاعت المعارضه دخلت من ادلب وراحت محتليه وراحت داخله واقتحمت حلب. واضح؟ طبعا. طيب. طبعا. حلب راحت مجرجره الصوره الثانيه، حماه وحمص ولحد حمص ولحد ما دخلت لدمشق. كل ده في 12 يوم يا اخي. 12 يوم؟ هنا بقى نقف وقفه. اتفضل. انهار الجيش السوري. انت سمعت ان في طلقه ضربت؟ لا. في معركه تمت؟ واحد اتعور؟ ده جيش جري. ما ده بصراحه اللي يعني مثار استغراب كل الناس. انهار الجيش السوري. مش انسحب، ده لما انسحب، احنا عندنا الانسحاب ده له تكتيكات طبعا بيسموه ليب فروجنج، اتنين قدام وترجع واحده ورا، الواحده اللي ورا تبقى موجوده والاتنين قدام يجوا وراها. تكتيك. كل ده ما حصلش. جريوا. قلعوا قلعوا البدله العسكريه وروحوا بيوتهم. يا خبر ابيض. فكانت ماساه. خلاص. طب بس ازاي برضه يا استاذ لواء، حاجه بره العقل، لانه دي الحاجة الوحيدة اللي مرتكز عليها كان بشار الأسد. أولاً روح ولا هو كان مركز قوي بقى مع القوات الروسية والحرس الإيراني؟ هو كان فاكر الروس هيدوا، ما هم الروس هم اللي وقفوه المرة اللي فاتت. مظبوط. الإيرانيين هم اللي بيحموه، الروس بتحمي الجو بتاعه موجود، روح معنوية الجيش منخفض، ما فيش فلوس، تعبانين، بيحاربوا بقالهم لغاية 12 سنة، تعبوا. أيوه. تعبوا. خلاص؟ مفهوم. المهم بعد ما خدوا حلب وحماه وحمص ودخل في نفس التوقيت خدوا درعا تحت والسويداء ودير الزور. ده القوات المعارضه.
نعم التنظيمات المعارضة، كل ده في ال 12 يوم. مظبوط. طيب نيجي نشوف بقى مين المعارضة دول. أيوة. ومين اللي بياخدهم. أيوة. هتسمع العجب دلوقتي. خلاص، هو أساس الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي اللي احنا فيه مين؟ الإخوان. تمام. صح؟ صح. أخونا قطب ده اللي عمل الإخوان وانبثق منهم كل الحركات اللي احنا عايشين منهم. الصورة اللي جاية هتلاقي أول واحد أسامة بن لادن. فين؟ في أفغانستان. تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة، عمل تنظيم القاعدة وضرب أمريكا وأمريكا قضت عليه، ومن تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي عمل داعش. التالت بتاعهم بقى، الصورة التانية مين؟ أخونا محمد الجولاني. آه. التالت بتاعهم، تفهمني؟ أيوه. أهو. هتستعجب. لو مسيطر على المشهد دلوقتي. على المشهد، ده خد بالك، ده كان مطلوب من أمريكا بعشرة مليون دولار. خبر أبيض. تخيل أمريكا عرض عليهم عشرة مليون دولار، لأنه ده بالقصة بتاعته بهدل الدنيا. وبدأ بقى، انا مش عايز اسبق الاحداث، لما تلاقي الراجل ده يتعمل له شكل جديد ونظام جديد، انا سميته نيولوك عشان يدخل المشهد. نيولوك. نيولوك، بص على المنظر الجديد. اولا هو كان اسمه محمد الجولاني. ايوه. وشوف اللحيه بتاعته والطاقيه بتاعته بتاعت القوات الاسلاميه. الصوره اللي على اليمين. اللي على اليمين. النيولوك دلوقتي راح رجع لاسمه احمد الشرع. احمد الشرع ده الاسم الحقيقي اللي في البطاقه، عشان يلغي محمد الجولاني اللي مطلوب بعشرة مليون. اللي يخطط لده مين؟ حد مخه كبير؟ طبعا. نسيبها شوية. خلاص. طبعا. يبقى محمد الجولاني اللي هو محمد الجولاني ده كان اسمه الحركي. الحركي. اللي هو اللي بيشتغل بيه في القتال. في القتال. لكن اسمه الحقيقي في شهادة الميلاد احمد الشرع. احمد الشرع. ودلوقتي رجع احمد الشرع. احمد الشرع ده مين كمان عشان نبقى عارفينه؟ هو كان طالب في طب كلية الاسنان. وما كملش سنة رابعة، خرج وانضم وعمل جبهة النصرة، ودي اكبر يعني مجموعة ارهابية لدرجة امريكا طالبة فيه 10 مليون دولار. مفهوم. اذا ده عمل، مش عايز اخش عمل ايه. تمام. فانضرب منه. تمام. فجأة قاد المسيرة بتاعت الجماعة دول، ووصل لحد دمشق في 12 يوم. نشوف لما دخل في دمشق. بص الصورة بتاعته. داخل اولا سوى شعره وعمل جان. أيه. ممثل سينما. اللحية وضبها. تمام. لبس زي سلازينكي، انت فاهم بقى، قلع اللبس بتاع المقاتلين الاسلاميين وراح لابس زي سلازينكي بالظبط. شفت التوضيبة دي؟ ايوه. الرئيس الاوكراني زلينسكي. حد يعملها من عندهم ولا دي معموله من بره؟ لا، دي صناعه احترافيه من بره، وهنشوفها بعد كده. وصل لحد دمشق، دخل في المسجد الاموي وقال خطبته، وبدات الدنيا تتوضب. لما وصل فوجئنا امبارح واوله ان امريكا وبريطانيا هترفعه من قوائم الارهاب، بعد ما كانت الحركه بتاعته محطوطه في قوائم الارهاب وهو مطلوب ب 10 مليون دولار. النهارده امريكا وبريطانيا هترفعه من حركه، من قوائم الارهاب. اول ما وصل الى داخل دمشق راح عامل وزاره جديده. مظبوط. وجاب طبعا رئيس وزراء جديد اسمه البشير، وبيستلم من محمد الجيلاني. لو سمحت نشوف الصوره. محمد الجيلاني ده رئيس الوزراء بتاع بشار. صح. ولما بشار هرب على سوريا، الراجل ده انا مش همشي على روسيا. على روسيا، اسف. قال مش همشي وانا قاعد. صح. الحاجه الجميله بقى اللي فدي ده محمد الجيلاني اللي هو كان رئيس وزراء سوريا مع بشار. ده واخد الدكتوراه بتاعته من مين؟ من جامعه عين شمس في مصر. ياه. وبص بقى، رئيس الوزراء الجديد بدقن، رئيس الوزراء القديم من غير دقن، واخونا طبعا الشرع. محمد الجولاني او احمد الشرع بالنيولوك الجديد. يعني هو النيولوك وضب دقنه، شعره، لبس
وعمل اسم جديد عشان يشيل الاسم القديم. تمام تمام. النهارده الصبح عمل الوزاره الجديده. احنا في اي حاجات زي كده بتحصل انقلابات، بس تحصل ده بيبقى في فتره انتقاليه. مظبوط. بتبقى 6 اشهر. هو النهارده قال فعلا انا الوزاره دي هتقعد 6 اشهر. بس بص على الوزاره دي شكلها ايه؟ مش هنتكلم. بص على وزير العدل اول واحد في اليمين شكله ازاي؟ هما طبعا شالوا لهم الطواقي اللي فوق ولبسوهم بدل، بس برضو العمليه باينه 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 طبعا بقى، انت فاهم؟ كل الدهون تمام من غير كلام. ماشي؟ حلو. طيب تعالى نخش بقى في الغويط شويه. اتفضل. انت بتسال الجيش السوري انهار ليه؟ صح؟ طيب شوف الصوره الثانيه بتقول لنا ان مين كان بيدعم الجيش السوري؟ روسيا وايران، حزب الله والعراق. مظبوط. الكلام اللي بيتقال ان روسيا ما حطتش ايدها في الموضوع. ليه؟ عندها حرب هناك في اوكرانيا ومزنوقه، واخونا ترامب جاي يوم 20 قال انا ايه؟ هخش في سلام، فما عندهاش سلاح ومش عاوزه تخش او ما دخلتش. ده الكلام اللي بيتقال. أي. ايران مشبوكه مين؟ باسرائيل. طبعا. وهتضربها وتضرب النووي، فما دخلتش. حزب الله مشتبك مع اسرائيل في جنوب لبنان، فمش قادر يقدم دعم، ده بالعكس خد قوات من سوريا وراح وداها مين؟ حزب الله. مظبوط. العراق من اول يوم قال انا بره القصه دي يا جماعه، انا عايزه انا فعلا مكفيه، انا فعلا مكفيه وعايزه بقى اوضب نفسي. تمام. فمره طيب. واحده الجيش السوري لقى نفسه لوحده. طيب في بقى، احنا كل الكلام ده جايبينه حقائق. تمام. في كلام بدا يتقال في الصحف الاجنبيه، لكن كلام غير موثق، لكن بدا يقوله. قال لك ده في تنسيق تركي امريكي روسي ايراني عشان الاسد يمشي. روسي ايراني، تركي امريكي روسي ايراني عشان الاسد يمشي. طب نشوف الصوره الثانيه اللي هي الصفقه. هم بيقولوا كده على فكره يا تامر. ده مش كلامي، مفهوم. انا بقول دايما دي التقارير، دي التقارير الدوليه بنحللها ونشوف. تمام. خلاص. في صفقه اتعملت مع الناس دي لاخراج بشار الاسد من اللعبه. تمام. اولهم التركي. ليه؟ لان التركي بقاله شهرين يقول لبشار تعالى نقعد نتفاهم، وبشار رفض، وبيني وبينك كان له حق. انا ما اقعدش معاك وانت محتل ارضي كلها 20 كيلو بطول المواجهه، اطلعوا. بس انا قلت يعني هو كان ممكن يبقى فليكسيبل، يجي القاهره يقعدوا في القاهره ويتفاهموا. تمام. لان برضو السياسه هي لعبه التفاهم. صح. مش ابيض واسود. مظبوط مظبوط. فانا بعتقد انه غلط، فمن هنا بدات تبقى الصفقه. اول حاجه روسيا خلعت ليه؟ بنقول المعلومات او الاخبار اللي اتقالت. امريكا قالت لروسيا اخلعي وما تساعديش بشار، نمره واحد هنخش في اتفاقية سلام، وانا هديكوا الاربع مقاطعات بتاعت اوكرانيا، واوكرانيا هتتعهد مش هتخش الناتو، اللي انت عايزه هنعمله، بس اطلع بره سوريا عشان نزيح بشار. الحاجة التانية وعدوا بشار، وعدوا قصدي بوتين، اخلع بس هنسمح لك بالاتنين قاعدة يقعدوا. الاتنين قاعدة الروسي اللي احنا شاورنا عليهم شوية. طب. هنخليهم لك في المياه الدافئة. فروسيا قالت فلة. انا عايز اكتر من كده. دايما بنقول ايه يا تامر؟ السياسة هي لعبة المصالح، مصلحتك يمين يبقى اخش السياسة يمين. صح. مصلحته شمال اخش شمال. النهارده انا سوريا بحارب 3 سنين روسيا، فكفايه عليا، عايز اخش سلام هيتحقق لي وابعد عن بشار، ومصلحتي باقيه وقاعدتين بتوع كذا، قاعدتين وبشار بالسلام. لدرجه ان اتفقوا على بشار يطلع فين كمان. ما روسيا بقى اللي هو عشان كده في الصفقه، انا مسميها الصفقه. ايوه صح. الصفقه قعدوا رتبوا، والسي اي ايه اللي عملها تبقى للكلام اللي بيتقال. تمام. مش انا اللي بقوله. مفهوم مفهوم. الحاجه الثانيه، تخيل انهم برضو الثقه بتقول ان لما هيحصل سلام في اوكرانيا استاذينك هيروح فين؟ هيروح انجلترا.
يا نهار ابيض. شوف وصلنا لايه؟ ده كل حاجه مترتبه. الناس دي بترتب ورقها. يا خبر ابيض. شوف اللي بقى. طيب ده روسيا. بقيه الصفقه هنخش على ايران. يا ايران ما تخشيش مع بشار. ما احنا عايزين نمشي بشار. خلاص؟ قالت نتعهد ان اسرائيل مش هتضرب المفاعلات النوويه بتاعتك. ودي اللي هي عايزها ايران. على ان ايران 2025 السنه الجايه هتخلص المشروع. هيبقى عندها 6 قنابل يدوية نووية. فده قمة المنى بالنسبة لايران. باعوا. عارف الاصطلاح كلهم باعوك يا ريتشارد. صحيح. فاكر؟ باعوه. كلهم باعوا الاسد. باعوا الاسد. روسيا باعت الاسد وايران باعت. ودي ايران اهو وقالت لهم هنفكر نرفع بعض العقوبات الاقتصادية وندلعك وهنخش على المباحثات اللي هي 5+1 اللي كان ترامب قفلها. طب انت عايز اكتر من كده؟ يا نهار ابيض. شفت الصفقة؟ يا نهار ابيض. بس ده بيقول لك يا سيادة اللواء انه قد كده سوريا مهمة للامريكان. قلب العرب، قلب الشام سوريا. قد كده مهمة كانت عاملة لهم مشكلة. تعمل كل المميزات والاغراءات دي لكل من ايران وروسيا مجرد بس عشان بشار يمشي وتعرف تمارس كل نفوذها. السلاح اللي كان طالع من ايران لحزب الله وحماس من خلال مين؟ سوريا. سوريا فيها كمية بترول الفترة اللي جاية لو الامور هديت هتبقى زينا بالظبط في المنطقة. هيبقى عندهم بترول لحد سنة 2050 واحنا سوريا مش عارفين يعملوا حاجة. فعشان كده سوريا كان لازم تقع. يا خبر ابيض. تمام. فعلا يعني حضرتك احسنت لما اطلقت عليها الصفقه، صفقه متكامله الاركان. أركان. عنوانها لمصلحتي، فيش لا عداوات ولا مصالح ولا حب ولا حليفي، فيش كلام من ده. طب نطلع من دي بايه بقى؟ هو تاريخ لازم اتعلم يا تامر. طبعا. ان انت ما تعتمدش غير على نفسك. يا سلام. ما تعتمدش على حد تاني. يا سلام. لا امريكا ولا روسيا. هي روسيا مش احنا في حرب 73 السادات قال لهم ادوني سلاح هجومي، ما ادولوش عشان يفضلوا خانقنا. صحيح. وهاجمنا بسلاح دفاعي. مظبوط. وربنا اللي كرمنا والجندي المصري ونعم والشعب اللي وقف معاه ونعم بالله. لازم نبقى عارفين كده. لا امريكا الدرس المتغطي بغيره عريان. عريان. كان يقول لك متغطي بامريكا عريان، اللي متغطي بامريكا وبروسيا وباي حد عريان. بلدك نفسك. المتغطي بنفسه بس هو اللي دافيان. دافيان. الله ينور عليك. سلام عليك. حلوه جديده دي. طيب. نيجي بقى الكارثه. الكارثه هو لسه فيه؟ ده كارثه طبعا، احنا ما لناش حاجه لحد دلوقتي. يا نهار ابيض. في مصيبه. لا بس يا ريس، بس يا ريس. نطلع راح نطلع فصلين ثلاثه مش فصل واحد. نطلعوا فصل ونرجع نشوف ربنا يستر على الكارثه. خير يا فندم، ايه هي الكارثه؟ الكارثه بعد 12 يوم قتال ودخلوا الى دمشق. مظبوط. فوجئنا باسرائيل. اسرائيل في الثلاث ايام اللي فاتت حققت اكبر مكسب ما حققتوش في الخمسين ستين سنة اللي فاتوا. شوف اول لوحة الكارثة الاولانية. الكارثة الاولانية ايه اللي حصل؟ الجيش السوري ساب اسلحته ومعداته. مظبوط. بدأت اسرائيل راحت داخلة محتلية جبل الشيخ. جبل الشيخ ده نشوف الخريطة. اهم نقطة موجودة في سوريا جبل الشيخ. اهم نقطة. بص الاول عندنا هضبة الجولان. هضبة الجولان دي كانت اسرائيل احتلتها في 67. صح. وما رجعتهاش. مظبوط. وعشان كده دايما برضو في الكلام لازم نقول مصر عملت ايه. اسرائيل خسرت الجولان وما خدتهاش. الاردن خسرت الضفة وما خدتهاش. مين اللي رجع ارضه سليمة؟ مش ناقصة متر. الحمد لله. مصر. صح. تمام. فالجولان دي خدتها اسرائيل. مظبوط. ومن 4 سنين ضمتها لاسرائيل بقرار الكنيسة وترامب وافق عليها. خلاص. كان في الفترة اللي فاتت اتفاقية عشان فك الاشتباك. فض الاشتباك. هذه الاتفاقية اللي اتعملت في جنيف كان فيها مين؟ اسرائيل وسوريا وامريكا وروسيا والامم المتحدة. وعملت منطقة منزوعة السلاح في الجنب ده والجنب ده 20 كيلو.
خلاص صح. وفيها أمم متحدة مظبوط، وعلى رأسهم جبل الشيخ. فجأة نتنياهو امبارح قال أنا بلغي الاتفاقية دي، ده اتفاقية دولية ومش من حق حد يلغيها، ده من ده متوثقة في الأمم المتحدة صح، وفيها الاتنين الكبار شاهدين لغاها. طلع امبارح من نتنياهو فعلا وقال الجملة الشهيرة بتاعته، قال اليوم سقطت اتفاقية فضل الاشتباك. فضل الاشتباك. وراح داخل الصورة التانية، دخلوا خدوا ايه بقى؟ خدوا جبل الشيخ جوه الارض السورية ب 18 كيلو، الاوفالية ب 5 كيلو، القنيطرة 5 كيلو. يا نهار ابيض، حتى القنيطرة خدوا خدوا كل ده. المشكلة بقى في 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 جبل الشيخ، جبل الشيخ ده اعلى قمة موجودة بينه وبين العاصمة دمشق 50 كيلو، يعني المدفعية تضرب تسمع دمشق. هناك تضرب دمشق. ايوه انا بقولك تسمع على تضرب. طول 50 يعني كيلو ده ولا يعني حاجة. يعني النهاردة انا موجود ال 155 ملي 70 كيلو، اللي مارسه 70 كيلو، اضرب دمشق. يعني هو دلوقتي هو قاعد في اي لحظة يضرب دمشق. دمشق على مرمى نيرانه، على داخل مرمى نيرانه. تمام خلاص. بعدين طبعا الصورة التانية بتقول لنا ادي المنطقة اللي هو خدها العزلة، وده من دمشق، وده ادي شايف شال السور السلك ده ودخل جوه 25 كيلو. خلاص. طيب خد جبل الشيخ، جبل الشيخ ومجدل الشمس والقنيطرة، دخل 25 كيلو جوه. يا نهار ابيض. طيب الكارثة التانية بقى، ثانية واحدة عشان وصل تمام. الكارثة التانية، الكارثة التانية لا قدر الله. اولا في الثلاث ايام دول اسرائيل عملت 350 غارة بالقوات الجوية لم تحدث منذ انشائها على سوريا. على سوريا اولا ضربت جميع اللي هي محطات الرادار والصواريخ والدفاع الجوي، قضت عليها بالكامل. ما فيش النهارده بطاريه صواريخ فيكي يا سوريا سليمه. وساعات احنا كنا بنضرب مثلا ايام حرب الاستنزاف يضرب الانتنه اللي هو بتاع الجهاز السلكي، لكن المحطه شغاله. ده ضرب كله، ما العساكر سابوا المعدات وروحوا. فالكتيبه بتاعت الرادار موجوده فاضيه، دخل عمل عليها شوتينج بالطياره وضرب وانتهت. ما فيش رادار شغال في سوريا النهارده ولا ينفع يشتغل بعد كده. مفيش محطة صواريخ مضاد للدفاع الجوي ومضاد للصواريخ سليمة، كله اتدمر. حاجة تانية بقى، الصورة التانية والله كارثة فعلا. الطيران كارثة، جميع طائرات سوريا اتضربت، 500 طيارة مقاتلة اتدمروا امبارح سواء على الأرض أو في المطارات. 500 طيارة، 500 طيارة، يعني سلاح الجو السوري كله اتدمر. الدفاع الجوي بالكامل. بدأوا بعد كده يخشوا على القوات البرية، يعني هم عندهم فرقة رابعة مدرعة واحدة 220 دبابة خلصوا عليها امبارح. كله اللواءات، جميع الدبابات اتدمرت. الفجر النهاردة دخلوا ضربوا جميع قطع القوات البحرية بالكامل، غواصات، مدمرات، فرقاطات، لانشات صواريخ، لانشات توربيد، لانشات مرور، ما عندهمش حاجه بالكامل. عشان بقول لك دي الكارثه الثانيه، سوريا النهارده فقدت سلاحها بالكامل، ما عندهاش يمكن غير البندقيه كلاشينكوف. كارثه ولا مش كارثه؟ لما يكون تاني دوله في دول الطوق اتجردت من سلاحها بالكامل، شايف الكارثه؟ شايف يا ريس. وبعدين طبعا انتوا انا شايف السوريين امبارح بيضربوا النار، بشار وحش وكان بيموت الناس، لكن اين الوطن؟ ده لازم تبكوا يا اهل سوريا. ولعلمك ما حدش هيرجع تاني قريب، انا بقول لك لان دخلوا مين؟ انت فاكر ايام طالبان؟ لما جت امريكا تنسحب من افغانستان قعدوا في الدوحه في قطر بيتناقشوا هنسحب ازاي القوات وبتاع، طب توعدونا بعد ما نمشي الستات ترجع تشتغل، تفضل تشتغل؟ ايوه. والبنات تتعلم؟ ايوه. مشيت امريكا وانسحبت.
لا الستات رجعوا يشتغلوا ولا البنات راحت في المدارس، وعاد الطلبان قندهار بنفس الاسلوب القديم. سوريا هترجع كده، انما الصفقه تمت لازاله مين؟ بشار. لان بشار كان لازم يمشي. كل الجيش السوري دلوقتي اصبح في خبر كان انتهى، جوي بحري أرضي. دفاعات ارضيه ارضي. وطبعا عملوا العلم الجديد، رجعوا العلم الاستقلال السوري بتاع زمان اللي هو ابو ثلاث نجوم، تعرف هم العلم بتاعهم كان النجمتين. مظبوط. بتاع ايام الوحده، ما ده كان علم الثوره اللي طلع في 2011 خالص. رجعوه تاني. بص يا تامر، عندنا اللوحه اللي بعد كده في ثلاث تقارير سنويه بتطلع كل سنه بتقول لنا الدنيا رايحه فين عسكريا. صح، ودي اللي احنا بنمشي عليها. اللي في اليمين جلوبال فاير باور جي اف بي، وده بيطلع في يناير وبيقول لنا الرانكينج تصنيف القوى العسكريه في العالم. صح، تمام. وده 2024. وفي المعهد ستوكهولم بيعمل دراسات، وده محايد كلنا بنقراها لانه بيبقى تحليل محايد. تمام. وفي الميليتري بالانس اللي نسيت اجيبه النهارده بتاع معهد الدراسات الاستراتيجيه، ده قد كده وما بينزلش على النت، يعني جلوبال فاير باور بينزل على النت، ده ما بينزلش قد كده. كل دوله البادجت، الميزانيه من التسليح، الميزانيه العسكريه، عدد القوات، الاحتياط، انواع الاسلحه بانواعها، الدبابات، خلاص. تعال نشوف بقى سوريا الناحيه الثانيه بقى اللي بعديها في الجلوبال فاير باور. يفتح دي عن الانترنت، افتحها هتلاقيها. اقوى الجيوش العربيه، مصر 14 عالميا، خلاص. السعوديه، الجزائر، هتلاقي سوريا السابعه، ولكن هي رقم 60 على العالم. صح. من كام؟ من 145. مظبوط. في يناير اللي جاي هيطلع الجلاب، هيطلع التصنيف ده من ال 145 سوريا تطلع ايه؟ 140. ده بقى ده مع الرأفه. يا نهار ابيض. بص تحت برضو واحنا بجلوبال فاير. انت هتلاقي سوريا عندها كام دبابه؟ 2720 دبابه. رقم 8 على العالم في عدد الدبابات يا تامر. كل ده راح. لا حول ولا قوه الا بالله. تخيل. فعشان كده احنا حزنين كلنا. صدقني. انت عندك قوه طبعا. عربيه طبعا. خرجت بره المعادله خلاص. المعادله خلاص. والناس مدركه ان لما بنقول هذا الكلام يقول لك انتوا بتدافعوا عن بشار، احنا لا يعنينا بشار من قريب ومن بعيد. لا احنا بنهمنا الواد سوريا. بس. هي من سوريا. سوريا دي كانت في يوم من الايام الجمهوريه العربيه المتحده. مظبوط. الاقليم الشمالي صح. واحنا الجنوبي. صح. لا وكانت في يوم من الايام من اقوى الدول واقوى الجيوش واكثرها استقرارا، كانت الدول الوحيده اللي عندها اكتفاء ذاتي من الغذاء والقمح والزراعه. وعندها لسه كمان. طب نشوف بقى النتائج ايه بقى اللي حصلت في الفتره اللي جايه. اول حاجه تدمير كل قواعد الصواريخ السوريه، السام واحد وسام اتنين والبتشوره والاس 300، ده يعني يمكن من الدول القليله اللي خدته اللي هو بتاع الصواريخ بتاع الطيارات. روسيا مد الاس 300 اتدمر بكل القواعد، ما فيش منصه واحده برادار موجوده في سوريا. كل ده يا ريس في ثلاث ايام. ده اللي هي كانت مستنياها. فرصه العمر. ده يا راجل عندك الكتيبه واقفه كانك بتتضرب، تعمل شوتنج اللي هي بنسميها الساقيه. أيه. يطلع يضرب ويلف، يضرب ويلف، خلصها في طلعتين وانتهى. وتدمير كامل. طبعا ما فيش مقاومه. ما فيش حد موجود. فبالنسبه له نزهه عسكريه. احنا بنسميه تمرين ضرب النار. تدمير كل القواعد الجويه. حتى في الدشم. وبالطيارات اللي جواها. في مطار زي المزه ده، المزه اتمحى من الوجود، اتدمر كله، ده كان اكبر قاعده جويه. خبر ابيض. كل مخازن الاسلحه الرئيسيه، انت عارف اي دوله، احنا عندنا في مصر وكل دوله طب. عندها مخازن اسلحه. مظبوط. بتاع كله اتدمر، وبعدين اللي ما لحقش الطيران يعمله دخلوا تاسك فورس، قوه سريه ميكانيكي معاها ثلاث دبابات، خش على المخزن، الدنيا فاضيه، دمر، ارجع. تدمير كل صواريخ الارض، ارض البلاستيه. اللون الروسي زي ما عندنا اتدمر. الصواريخ البالستيه اتدمرت. معامل تطوير الصواريخ اللي كانت عاملاها الايران اتدمر. مخازن الذخيره، كان في محطات تجسس عاملاها روسيا عندهم
وهما الاثنين بيستفيدوا اتدمر. عشان كده بنقول ايه بقى؟ احنا خسرنا امبارح دولة كبيرة، والسوريين اللي قعدوا ضربوا نار في الجو يقول لك بتاع برضه عشان كلام سيادتك ده ملوش علاقة بان ده دفاع عن بشار. لا 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 احنا ما يهمناش بشار يرغب في الدولة. احنا الدولة بالنسبة لنا ايه؟ ارض وشعب وجيش. جيش. الجيش راح. راح. والشعب دلوقتي لا حول له ولا قوة بتسيطر عليه الجماعات المسلحة. بالظبط. وطبعا القوة الخارجية. بالظبط. طيب. السؤال اللي بعد كده بقى الناس بتسأل الجيش السوري موقفه ايه؟ احنا دايما عارفين لما بتيجي حكم اسلامي متطرف زي ايران بيلغي الجيش، لان الجيش ولاءه لمين؟ للدوله. مظبوط. تمام؟ وبيعمل القوات زي الحرس الثوري. فالنهارده كل الميليشيات دول اللي واخدهم الافندي الجولاني عايزين ياخدوا حته من الكيكه، هنعمل بيكوا الحرس الثوري السوري، والجيش اصلا ما عادش موجود. صحيح. طيب صحيح. الاكراد مشكله كبيره، ودي النهارده اللي بتخلي الناس تقول لك سوريا هتتقسم. فالاكراد النهارده بيمثلوا 30% من الشعب السوري. صح. هيعمل معاهم ايه وهم ضدهم؟ خد بالك. مظبوط. وامريكا بتدعمهم. صح. الميليشيات بقى حزب الله وداعش وقصد والحشد والميليشيات الايرانيه، كل دول دلوقتي موجودين في المشهد. موجودين في المشهد، وكل واحد عايز حته من التورته. صحيح. انا حاربت معاك. طب هي السؤال هنا، ايران امريكا بعد ما كانت هي الراعي الرسمي للصفقه اللي حضرتك سميتها من شويه وودت كل واحد حته ونصيبه، ويا روسيا اسكتي بس هنديكي كذا وايران كذا، هي دلوقتي رغبتها انه بعد ما بعد الاسد هتسيب القصه وتخلع بقى للجماعات المسلحه والسيد احمد الشرع؟ بص، هي دايما بيقولوها اليوم التالي او طبعا وات از افتر. طبعا. وطلعت امتى؟ قلنا مره قبل كده عندك هنا ايام القذافي لما شالوه وكانوا غلطوا، لانه قالوا بعد ما شلنا القذافي مين هيجي يا جماعه في ليبيا؟ مظبوط. اتثابت 13 سنه لحد النهارده. هم لحد النهارده برضو ما بصوش مين جاي، بس هم فاكرين ان الافندي ده ممكن يعمل حاجه محمد الجولاني وهيسيطر وادوله النيو لوك الجديد، يبقى هو راجلهم يعني. هو راجلهم وهندعمك. وانت عارف امريكا من زمان من ايام اوباما مقتنعه مش عاوزين المصريين في المنطقه ولا الشيوعيين، هم عايزين الاسلاميين. صح. ده كان شغل اوباما، انت فاكر وقت ما دعموا الاخوان في 2011 هنا. بالظبط. وده كان شغلتهم، دعموا الاخوان. وكانت السفيره الامريكيه ان باترسون، ان باترسون كل يوم في السفاره عشان الجماعه الاخوان. صح. انت عارف كده. صح. ولكن طلع يعني مخهم صح يعني غلط. النهارده هم بيعملوا كده. هو الهدف الرئيسي كان التخلص من بشار. التخلص من بشار وتجريد سوريا وسماح لاسرائيل بانها تنهي الجيش وتشيل اي مصدر تهديد وتشيل مصدر تاني. فالنهارده خلاص. وطبعا ده كان رصيد استراتيجي مهم لحزب الله كمان راح. فالنهارده حزب الله راح، والنهارده ايران طبعا هتمشي نفسها. الحاجه الثانيه، القوات الروسيه محتفظه بالقواعد بتاعتها الاثنين وقاعده تمام في المياه الدافئه بتاع البحر المتوسط. وبعدين امريكا هتحتفظ بالقاعده بتاعتها بتاع التلاف، خد بالك، لان برضو بتلعب على مين؟ على ايران. طبعا لازم يبقى لها حد هنا. طبعا. وحد في تركيا. مظبوط. يعني لها قاعده في انجرليك في تركيا، فيها القاعده الوحيده اللي بره المانيا فيها 50 راس نووي في انجرليك. فهو عنده فوق في تركيا وعنده هنا دي عشان مين؟ ايران. الناس بتخطط وعارفه هي بتعمل ايه في اطار الموضوع. يا نهار ابيض. تمام. وبعدين بقى هنبص بقى على العلاقات، تركيا هتعمل ايه؟ ايران، اسرائيل، الجامعه العربيه. مفهوم. هنا بقى تامر عايزين نقف وقف. اتفضل. لازم نستفيد من اللي بيحصل، ومش عايزين نخوف الناس وانتوا بتخوفونا. لا، ما بنخوفكوش، ده درس. النهارده مين القوه الوحيده اللي في المنطقه؟ الحمد لله، مصر. مصر. مين القوه عندنا مشاكل، عندنا ارتفاع اسعار، وعندنا بطاله، لكن الدوله واقفه برجليها، عندها اقوى جيش موجود، وعندها شعب قوي. وانت عارف انا قلت لك قبل كده ان حلف الناتو في كليه الدفاع اللي في بروكسل قالت النهارده الحروب الجيل الجديده، الحروب الرابع والخامس، مبنيه ان الشعب المصري في 67 هو اللي وقف. الجيش اتهزم، مصر وقعت؟ لا. ليه؟ في شعب جاب جمال عبد الناصر رجعه
وقف مع الجيش. عشان كده النهارده بنقول ايه؟ لازم ناخد بالنا، بلدنا علينا العين. هنشوف الصوره الثانيه، معلش اخر الصوره اللي انا بحطها دايما اللي هي بنقول خريطه، الخريطه مصر منوره. حتى كل بدا وكل واحد يقول لي حفظنا مصر منوره. منوره، بص منوره الوحيده الحمد لله. شوف ليبيا فين، شوف السودان فين، شوف شوف اليمن فين، كل دول احنا البلد المنوره. هل هيسيبونا يا تامر؟ لا ده احنا احنا بالنسبه لهم الجائزه الكبرى. الجائزه الكبرى النهارده مصر، الجائزه الكبرى. هينضغط عليك الفتره اللي جايه، هينضغط عليك اقتصاديا وعسكريا، ومش دعايه للرئيس السيسي، لا، الرئيس السيسي استعمل السنه ونص اللي فاتوا الكثير في احداث غزه. اعمل كذا، لا مش هعمل كذا مره، اقولهم الترانسفير بتاع النقل الفلسطينيين صح، مع ان كان اخونا مرسي عمل ايه؟ قال لهم حاضر، وكان هينقلهم، هو اللي كان عارض بالظبط. فالنهارده انت بتقول لا، وانت الوحيد القوي، وانت الوحيد لازم تجيب دماغك في الارض. انا دايما بحكي، انا بحكي قصه دايما وانا طالب في انجلترا. كان لورد كارينجتون ادالها محاضره. لورد كارينجتون ده بيسموه شيطان الامم المتحده، لان هو عمل القرار 242 اللي ضحك فيهم على العرب وعلى اسرائيل صح، بكلمه تنسحب من اراضي ولا الاراضي صح. فبدينا المحاضره فرفعت ايدي سؤال، فطبعا بقول له ميجر فراج، انا كنت اسميها رائد لسه فروم ايجيبت. هو السؤال كان صعب، فدايما بيعلمونا كده في الاعلام لما تتسال سؤال تجاوب حاجه تانية. قال انت من مصر؟ قلت له يس. قال لي على فكره مصر دي اقوى دوله في المنطقه، ولكن اللي حواليكوا واللي حوالين اللي حواليكوا حاطينكم في حمام سباحه، الميه هنا. لا عايزين يزودوا الميه تموتوا، لا مش عايزينكم تموتوا، ولا نزلوا الميه عشان تبقوا اقوياء. الكلام ده 40 50 سنه تلاقيه بيتم النهارده. يا شوف التوصيف دقيق ازاي. وانا على فكره مش لسه بقولها اول مره، انا كتبتها مقاله ليا في مقاله سيادتك. متى نخرج من حمام السباحه؟ مش عايزينك، فارجو ان احنا نستفيد من اللي بيحصل. عشان كده سياده اللواء والناس ما كانتش فاهمه، يمكن من سنين طويله، من اربع خمس ست سنين كمان، وسياده الرئيس في لقاءاته حتى لما تكون المناسبه ما لهاش علاقه بالموضوع يقول انا ما اقلقش على مصر الا لو انتوا بس يا مصريين اتفتتوا ولا انقسمتوا ولا كذا. طول ما انتوا ايد واحده وورا بلدكوا وجيشكوا، الله في السماء فيك قوه تقدر تتحرك. وده صح، وده اللي احنا عايزينه، لان الفتره اللي فاتت، والله انا بقول الكلام ده عشان حفيدتي ليلى اللي عندها 10 سنين. انا خايف عليها، مش خايف على نفسي، احنا خلاص هنغادر، انما عايزين مصر تفضل، تفضل بشعبها اولا، ويقف مع جيشها ثانيا، لان احنا شوف اللي حصل ايه في المنطقه. صحيح. شايف الصفقه اتعملت في ايه؟ ده على فكره الصفقه دي اتعملت في شهر وتنفذت في اخر اسبوعين. مظبوط. قعدوا في طهران تك تك تك، الاسد الاسد هيمشي، انت تاخد كذا وتاخد كذا، سوريا اتفضل، روسيا هنديك كذا، وانت شطرنج. شطرنج والكل باعوك يا ريتشارد. صح صح. فالعنوان هنا الكل باع بشار الاسد، بس كل باع بشار الاسد لمصلحته، واحنا في لحظه ممكن مش لمصلحه بشار، لمصلحه مصلحه الصفقه. وامريكا النهارده خلاص اتخلصت منه. صحيح. وهنبدا بقى نخش الفتره اللي جايه، هل هتتقسم المنطقه؟ سوريا هتتقسم، الاكراد هيروحوا فين؟ بنسمع كلام كتير، لكن اهم حاجه ان الفكره او الخطه التي وضعتها زي ما بيقولوا امريكا اتنفذت، ودخلنا في منطقه جديده، وزي ما قال نتنياهو انتوا هتشوفوا شرق اوسط جديد في الفتره اللي فاتت اللي جايه، وبوادره كانت انك خسرت اكبر جيش عربي بعد مصر في المنطقه، واصبحت انت القوه الوحيده اللي شايل الزمام. ربنا يقف مع السوريين، الشعب السوري، ويا رب تبقى فيه طول الوقت وحده وسلامه ارض سوريا، والحمد لله على نعمه مصر وشعبها وجيشها. ان شاء الله. شرفت ونورت يا فندم، ودايما بنستفيد وبنتعلم. شكرا جزيلا سياده اللواء.